مسار تقريبا عنده 20 سنة، انطلق من المغرب وكمل في 2007 بالديار الإسبانية وبالضبط جزر الكناري. كنشوف راسي غادي كيف نقوله ضد التيار، يعني التيار غادي أكثرية الأغلبية غادا في واحد جهة وأنا مع الأقلية كنجبد. وحامل لواء نشر يعني التراث والموروث الفني الثقافي ديالنا خارج أرض الوطن. واش لهذا السبب يعني أسستي الجمعية المغربية الكنارية للفن بلا حدود الجزر الكناري؟ بالنسبة لي صعيب باش تفرض واحد الستيل ديالك تراثي وتبقى شد فيه من الولاعة وطرب الآلة والمدرسة العتيقة للفن والتراث ديالنا إلى إصدار ألبوم خاص بالري على ما أظن في سنة 2005. مشيت ندير لي شونتيو، ديت لي شونتيو ديالي فيه سونتيمونتال، مشيت لسوق الإنتاج وإذا بي كنلقى المنتجين كيقول لك لا ودي هاد الشيء راه قدام. عيونك دبلوا عيوني وخلوا فيا لما عيونك دبلوا عيوني يا وخلوا فيا نمارة يا ولي ما صور في لوديجي مشات يا مفخصرة.